بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه، نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلوا بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وآله وأصحابه وأزواجه وذريته ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري، ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري، وحل العقدة من لساني يفقه قولي. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت وإليه أنيب، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم صل على محمد وآل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وآل محمد كما باركت على إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. ارفع صوتك وتمشي تمتأمل في البيت مين صح. والحفظ للسان عن صريح فحش وكل كريم قبيح. نعم، والحفظ للسان عن صريح فحش وكل كريم قبيح. نعم خلاص. بسم الله الرحمن الرحيم. هذا درسنا الخامس شرح الأخباري أو ثالث، شيخ عبد الرحمن الصغير الأخباري قال أنا واجب على كل واحد منا يحفظ لسانه عن كل قبيح، سواء كان فاحشا أو دون ذلك. إن ألسنتنا واجب علينا نوزنوها، ما نقول ما هو مسألة متأكدين على أنها سالكين فيها، ترضي مولانا والله بعد ما مستجلع علينا بها معصية. واجب علينا حفظ اللسان. هذا الراجل اللي قال له الشيخ الأخباري هذا جاب شمل العلم، ما جابه خليل ولا جابه الكفاف ولا جابته الرسالة ولا جابه ابن عاشر ولا جابه أسهل المسالك، لأن هذا العلماء لا كلهم يكمل شنا جابه له خرقع ويضيف نقاط يفصلها بذات على واحد، لأن الكمال لمن؟ لله جل وعلا وحده. ولا كامل المخالق ما هو رسول الله، الكمال الكامل لكن لا لربنا سبحانه، وكمال الخلق لا يوجد إلا في الأنبياء والملائكة ومن على شاكلتهما. للشارخ ركامل في ألفيه الكامل فيها من قل نقصه، لا نقص في ما وياسر، وأما معود كامل 100% لا 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 ما صح. الكمال لربنا سبحانه وحده. إذا قال إن الواجب على كل واحد منا يصون لسانه يعس. سابق يتكلم في قلت لكم البارح إن مولانا دار على اللسان قفلة، ودار قدامك شمل قد تعوض به، ومعناها إن القوم يعني مولانا دار لك له قيد مانع وأقفل عليه وقت مانك سالك فيه، أقفل. والكلمة السابقة تتكلم بها فكر، هل ترضي الله؟ لا تتأخر. تغضب الله؟ لا يحزك عليه شيء.
داخل عنك ظلمة اهنني تعرف. وإذا أظلم عليهم قاموا، حد لعبة الظلمة على عينه يلا يوقف، حد رتبط راسه يلا يهنى، حد يمشي الله على بينه والله يهنى، حد برقادي اشبه اللي يجي يهنى، لعل يمشي وعلق عليه بعد عن برد الجمرة اهنه بلد. إذا عرفت الحق كلا، هذا معصية أرعى، هذا ما مشاك فيه ما متفصل لك، لا يحل له أن يفعل فعلا حتى يعلم حكم الله فيه. وقف قول هذا ما نقدر نتكلم فيه ما نعرف. واضح؟ طيب، إذا واجب على كل واحد من يصون لسان، اللسان كافي اللي قال النبي صلى الله عليه وسلم، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. الله. لا تقول ما هو مسألة فيها لا خير وفي العباد خيرا وبالتالي سالف فيها، والله اسكت. حتى أن الصمت مشان يعاد عباده. ولذلك مريم بنت عمران وزكريا عليهما السلام اجعلهم مولانا في السكوت كرائم. مريم عليه السلام اللي اعطاها ولدها عيسى خلق مولانا ابن ابو، قال لها سكتي، قال لها فإما ترين من البشر احدا فقولي اني نذرت للرحمن صوما، اي سكوتا ما نتكلم اليوم قاع صوما، سماه الله باسم واحدة من اركان الاسلام صوم. وزكريا عليه السلام اللي قال له اجعل لي ايه، قالوا آيتك معناها علامة الله نعطيك للي قلت لك أن لا تكلم الناس ثلاثة أيام، تفوت أهل التيام وترسانك ما يتكلم، انت لا يذكر مولانا ما بترس رسانه، انت لا يتكلم عربي فلان وفلان ينحكم رسانه، معناها أن مولانا يحكم رسانك ويعاونك على تقوم رسانك إلا فيما يرضي الله. أرانك فزت فوزا عظيما، ونين عذر عياب الله لا يريد بك الإهانة، يطلص عليك لسانك وجوارحك يلي تخلق. إذا واجب على كل واحد منا يقوم لسانه، ولو أن قاع الناس قوم تلسينة قاع ما يخلق مشاكل، هذا اللسان هو اختص. طيب إذا نتجاوز هذا، قال واجب عليه أول فحش خارج من الكلام اللي كلام ما هو نافع وطوب، وخارج منه اللي فحش، والفحش هو الشيء الذي تجاوز في القبح، معناها تخطى الحدود في الحال. ولذلك جاء في الحديث ان الله يبغض الرجل الفاحش البذيئة، وكان من صفة رسول الله انه ليس بطعان ولا لعان ولا متفحش، ما هو صاحب فحش وله طعان وله لعان، ما يطعن في الانساب وفي الاناك وفي الاناك ولا يلعن الناس، وعن بيكم اللي ما هو صاحب فحش بل هو أبعد الناس من ذلك، حتى لك الكلام الصغير ما يقول، ما يقول كان سنه قاع ما يستهد عليه، كان الصغير ما يقول فروض صلى الله عليه وسلم، كان ما يستهد عليه. ولذلك كلام كامل قبيح، حتى الكلام الصغير ما ينقال، ولا قهرك اللي جريء على الكلام المقيسين واللي تفهميه كيف ما ينقال قدام الناس الكبار، يريد عن السارق جريع ليعرف انك ما فيه خير. الكلام اللي واقيح، الكلام المدصارة، الكلام اللي ما ينقال قدام الناس الكبار والفضلة، انت ما بدأ تقوله قدام المخالق لأنهم كبار عندك، فكيف تقوله مع الخالق؟ أرعى أرعى. النبي صلى الله عليه وسلم كان يعود ماشي له يقضي حاجة الإنسان له يقول والله ما كذا، ما يرقب عنه اللبس يدخلوا المسيد مازال فيه بليدات، ما يخشى حامل الباس يعود عاد قريب من التراب، لأنه يستحي من رب العالمين، كما أنك تعود خرصك الناس تعود مدلع عليك الباس خايف على فيه. هو ملي من شدة مراقبته لرب العالمين ما يكاد يرفع عنه الباس حياء وأدبا. إذن أنا قال هي كني على الفاض، وأعطيتكم فيها البارح كلام على أن الجن متأدبين
وان ابراهيم خليل الرحمن يقول واذا مرضت فهو يشفي، وعلى انه قال ان مولانا بيدك الخير ولا قال ان بيدك الشر. اياك نعلم الادب في الالفاظ والكلام كامل اللي يستحيى منه ما نقولوه، لكن الكلام انما يليق بالفساق. وان شاف حد من اهل العلم والله من اهل الفضل يعبر عبارات صغيره يسقط فضله تسقط قيمته ويدل على قله علمه وقله ورعه. طيب اذا نقول والحفظ للسان عن صريح فحش وكل كلم قبيح. كل كلام كامل تفو به السيء في الشريعة وقبيح ولا ينقل ما ينقل ما 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 ما, ما يليق به الفضل. وعلم للطلاق وانتهاء المسلم أو إهانة وأيمان الطلاق وأيمان مطبعة خاسرة وأيمان الطلاق وإيمان الطلاق وانتهاري مسلمين أو إهانه بعاري. لك ما هو ما فادي شيء. وأيمان الطلاق وانتهاري وانتهاري يوفى شطر البيت الأول. وأيمان الطلاق وانتهاري وانتهاري وأيمان الطلاق وانتهاري مسلم أو إهانه بعاري. وانتهاري مسلم ينحشز البيت في حاله وانتهاري مسلم أي وقول أو إهانه بعار أو إهانة بعار معناها يعود هانه. خلاصة البيت على واجب على كل واحد منا يعص من أيمان الطلاق وتتكلمت عليها البارح، من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. انت تحلف أحلفهم مولانا اسماء والله الصفات واختلف في الحليف بأفعاله جل وعلا. يا غير انك تحلف بالطلاق والله تحلف ابوك صرت ابويا وصرت امي، لكن لا حد يصرك في سقيبه ويزرقك في البحر. صرت يمه وصرت ابويا وصرت فلان وصرت طالبنا ويكسر مولاه لا يصر لك معاه لا يحلوا قاع حاليا. وبعض قاع العلماء يعتبرها الشرك لأنه جاء في الحديث من حلف بغير الله فقد أشرك، وهذا حلوه بشماه مولانا. يا هذا الحديث ما هو على إطلاق، وقد دخل ابن تيمية الضيقة. ابن تيمية مشى على ظاهرة الحديث وأمثال وقال أن الحد حلف مخلوق أن يعود قاع مشرك. ما علم إذا هو أحمد بن حنبل أحمد أهبو إعلن نلقاش يحلف بالنبي صلى الله عليه وسلم معناها انه حلف انه الى حنيفه لزمه الكفاره. احمد بن حنبل احد لا يكفر احمد ما بلا احد لا يقعد معاه. وهو الراجل دخل ضيقه من اقوار العلماء سبقت عادي ضيقه الحديث لك وصدف واحمد بن حنبل في الكفه الاخرى وعادوا لي مشكله لان هذا وائمه الدين وتكفيرهم ما حد كفرهم الا به هو الكفر وبه الضلال والخي. احمد بن حنبل احمده وانه لقى حلف من النبي صلى الله عليه وسلم انه صح صح يمينه وانه يمين وتلزم فيه الكفاره الى حنيف. وقالوا اعلنوا من ادلته لا من ادلته ما هي ادلته كامله. قال لهم اعلن العقيده سمعوا صار ادلته ما اخترها. يلا اللي ما بقى فيه الواحد يعود ينكر وهو قاع منكر هو بطرح. ويقول لك إذا ما يصح والحديث صحيح الحديث صحيح يا غير الفهم الصحيح مازال يلود له فم الحديث صحيح يا غير مازال يلود لأهل الفهم الصحيح. قالوا لأحمد بن حنبل يا أحمد أنت كيف تقول على أن لقاش يحلف بالمخلوق ولو كان نبيا أو ملكا معناها أو ملكا تقول على أن لقاش يحلف به من صح يمينه. قال لهم العقيدة مؤلفة من كلمتين ما يقبل الله وحده من دون الاخرى. اشهد ان لا اله الا الله ذاك هو الحلو بالله واسمائه وصفاته ومولانا ما اكتفى بها ندار معاها واشهد ان محمدا رسول الله. اذا هذه العقيده اللي هي اللي يدخل بها الاسلام حد يحلف بما دخل به الاسلام كذا يكفر. تقع ما تجد تدخل الاسلام ما ولاد قدامك ذا المخلوق افضل الخلق. قال لهم ركن ايماني اصل في الدين وهو اللي قاعد نعبد به مولانا ولا قد نشعله حد اعتقد ما بهر الحلفي كذا
جاء واحد من المالكية وقالوا هذا سيفتح قاع الطريق حتى ما اللي يحدح له قاع بالملك يصح يمينه بهذه لا يصح الإيمان وبدون الإيمان بالملائكة ملائكته وكتبه ورسله. وعاد قاع مشكلة عقب رجع عنها ابن تيمية في الفتاوى فتاوى ابن تيمية قال وفي القسم أو الحليف بغير الله إذا كان نبيا اختلف في أهل العلم به ذكر المهماسة القائمان من أحمد لأنه لا قال هذا لا يترك قوله طبعا خلف من بدي لأن هذا أحمد بن حنبل. إذن معناها أن لقاه ما يحلف إلا بالله تعالى وأسماء وصفات. أما صرت يما وصرت يما وعليه بكلا وش من يكلم ريدا لكن نوع ملاه يلط ويقبل أرضي جفل لبساره يصقله بالصابون وردي جفل سمعتوا به اللي ما خطير إذا سلكتوا منه عقيد سبع كرام. إذا أيمان الطلاق كل واحد منا يرفع اسمه يحلف فيه يتعلق بالعصم لا فعليه بطلاق زوجته يني خليك لا يطلق زوجتك السف لا تسمي قاع الطلاق ولا تجيبه برواي خارج من الوقت ما تتكلم أهما قال لك شامع الأيمان والحرام ولا الشدية وعليه بالصيام الصيار وعليه بالنار وعليه بالويل يعطيك لخذة تبدي اهنا خلي عنك للويل لا يبي يرفض البش انت ما تجي تقوم به لا تريك ايمان في الساق ولا في ينفع. وملاهة ليش سمعوا ليه لجنة من العلماء قاس عليه ويمرضوه من ذيك مبركة الويل اخلق ايوه قول البيت كذلك واجب علينا واجب على كل مسلم على انه يرعى من ينهر مسلم مولانا يرعى من ينهر مسلم مولانا ظلما وعدوانا حضر حاز على ذا كان سهل عنه خلعه يعرف انه طلعت عليه في كثيرة من معصية هذا اللي عدل بعض الناس الواحد يخلع رقاه يقولوا لك لا تطهر قالوا يا اعطيك الاخلاق لي ترويع المسلم وخلعته بلا موجب ما هي الامر بسيط عند الله قالوا انها تأدي العياب الاهلي لفزعي في القبر انك يسلط عليك نوع من عياب التناب تستقر في قبرك كل ساعة مخلوع برواية من قال لك بكذي طالما افزعت عباد الله ظلما وعدوان وليسمع ذلك الشرطيون والمحققون والجنود وغيرهم يسمع ذلك الناس اللي لا تبالي واحد يركب سيارته ويعود وشوه يقدر يصوني بها يمشي يظهر مخلوق ويصوني ويقول له قوم يضحك انه راه خلعني ينفع ومعدل لله يعطيك لك لهذا ترويع المسلم لا موت والله تقبل مدفع تمساهي هي اول تماد فيه يبقى المخلوق مخلع به والله تستدرك عنه في رواية يجي متمكن منه هذا ما حتى النشاشرة حتى الاصلية تروعهم وتخلعهم ناس لا يجوز ترويع المسلم ولا انتهاره إلا للسبب الشرعي. اللهم آمين. جاء في حديث رواه الطبراني وغيره اعلن المخلوق يا خاف مسلما ظلما انه ياب الله إلا أن يخوفه أن يخيفه يوم القيامة من أديك يعود محكومان وليك التخويف العدل المؤمن ظلما وعدوانا حتى لقاء الله قالوا لأنك خوفت المخلوق من أموج شمالك معه هل على تخلع على قاب وستك ولا ندفعك ولا تكلمتك ولا تغير له وجهك ولا تنكر له رواية أرعى لأن هذه الآخرة خطيرة ما مقبول فيها مخلوق يتعدى حدود الصادق عليه في أصوات جنس حد بعد يدور السلاكة وحد يدور نخلعي قيم ايه وقول نعم مسلم او اهانة بعاري معناها انه واجب عليك انك تعص من تنتنه والله تخيره تكدر عليه عود امرا عندك ما بتعطيها الصائر وانت قادر عليه هاي الكبش عندك ما انك عاطي الشيء حش بيه هاي الحمار عندك ما تعطيه قد الكافي وانت قادر هاي شاشرتك هاي جيرانك هاي الوحدين الاخرين كذا هاي العمالة تدير عليهم عمل ما كلفهم الله فيهم على ظالمهم حقوقهم
اي هانة لمسلم عربنا دار تنقرم منك في يوم ما في تمطمئ. واجب عليك انك تحترم حقوق المخارج ولا تفيده وانك تخلص العامل ما فات قاع جفت عرقه ما زال عرقه يتنازع في حق خارج يا اخوتي من المخارج مولانا اللي يشتغلوا عنده شقاله ميات وعمال ويعدلهم قاعدة كيدة غريبة موريتاني اللي فيها شي من الظلم تهتزوا منه الارض والسماوات والظالم ماشي على طوله وعلى عرضه ما هو خايف في اسوه وسن ما هو عالم بقوة قد تردوا على الظلم يتم يشتغل عندهم بي مسيكين شقاء يريد يفوت يعود الشهر الاول يقولوا لا ما خلصنا لا ما دخلنا شي سامحنا اللي تجتمع له عدة اشهر هو اللي مأمن يسمون يتبرم عليه ويصرفوه يعدلوا مكيدة من مرقبه انه ساري وانه راد منهم رواية ويقيموا ماشين ويجيبوه الواحد من البوليس والله واحد من المسؤولين يعرفوه ويتملأوا عوش مساكين يظهر عليه ويتم ينجلس هنا يرين يعود يا عيالة يسهولة من خلق اهل تسارق عايد وسار فيك تنصف التواقع له يعودوا عاد يدوروه قاع يعود عاد شافه الى مرق الحبس ويبقى ذا المخلوق مساكين بين نارين لا يجد احدا ينصره ولا يعترف بحق هذا النوع من الظلم الملاهم رقب رقبته ما هو عالم السلطة ترده هذا يهلك الله فيه الامم هم له ما عدوا شيء يشكي له لقاس البلدية ما يقوم له الحق ولقاس المفوضية مساكين يعود يليل ما هو عارف حد ولقاس وبالتالي عود مساكين عدو به كان يشتغل يبلش يحصلوا النفس والعيال ما يمكن يسرق ولا يعد الخيانة ما يعني يتحول قاع سرق كان يسال الدين وعاد سرق ليل مفسخ الباس في مسط ما هو محاني يقول حجد هذا النوع من مشاكل هو يخلي الأمم ما يليق بالمسلمين وخطير للغاية ولا مثيلة هذا ما توفي واحد يتم يشتغل مع مدى الشريك يقعد عاد يستحق ياسر من الشهرة يعدم للمدير كركارة اللي يخلق له مشكلة ويقول له ظهر لي على انك ما سلع وتيخلق له مشكلة يعود المخلوق لا يتمنى باقي اجبر نصف راتبه والنصف ما اتفق معه عليه لانه العيال بالله ما عارف قاعد ما هو عارف مش هيقد يشكيه وما حد موريتاني هذه ما فات عاد فيها قضاء عادلا وقضاة عادلين لا يخافون في الله لو مثلاه والواحد ما هو خايف من الدولة لا خايف من الشعب ويعرف الأحكام ما موريتاني هذه ما هي لا يتنصجر ولا هي لا يتقرام من الحق أول شيء الله يصلح هو أن يعود القضاء بما شرع الله ورسوله ويعود القاضي عينيه ينبول حد كامل مولوم لكن هاو يوم عيد يرفي ورقص ويشتراح وحد أمر لي بوالم يعرف أن وراه راح فالظالم عزيز والمظلوم لذيذ حتى لو خلى من الحق وما حد ما تدخل الله ورسوله ما تم خير لا يتم رسال الله المشاكل على المشاكل لا يجوز لك ان تنهار المسلم لا تنهارهما قال مولانا عن الوالدين حرام عليك تنهار مخلوق تخز فيه انك انت طاغي باطل ورغبتك وارمع واتكم لنا من جزوال وانت قاعد من جزوال الكبر والخصم وتقيم له وتر يتبرم عليك خرصه قاعد تسهوت عينك انه هو منه قاعد والحمد يطف ومرة تعود نسيك الى دار الشيف لش من ديار البطاري والدار هذه يحلها الفقراء يقوم المفترسين اولاد البطاري يبطوا من تحوى الله يبطوا لده ان يقوم الدين مع شاكي الوالديه يجوا له ينصروها ولا يدافع عن هذا هو هذا الباطحة وولد هذه الدار اللي بطاري أولادها مسؤولين كبار والله غنيا كبار والله أولاد خيام كبارات تصلح إلى بلاد لا يتفر رواية لا يقوم عليها مشكلة وربما ينفر عليها يولي معها وبالتالي ترجع يوم ليتها صابرة تشعر بالمرارة تنظر إلى السماء فلا ترى أحدا يصرف هذا النوع يخلي الله فيه الأمم ومرة تعود من العياب لهم مفترسين فيها شمر النصوص أولاد البطاري مطلصين في الأرض ألا مد من أنا من الدنيا وعندها الوساس وطرصتهم في الليل ما يبقى دار ولا تبقى من تمشات مرقب دارها ما يجي مرقوبة مرقوبة كل واحدة لا خرصوا فيه ما يعال ممشيات ومسرها وترد عن أول أول البطرون لكن على أول البطرون ما يجد ينفر عليه فاطر في الوقت واتوا ما تجد تنحكمه وما يجد ينفر عليه
هذا يقد الصح في الكفار، هذا ما يقد الصح في المسلمين. هذا فيكم حد ما هو عالم به؟ هذا هو ما هو خلي موريتاني قاعد يتعرف ايه خارج عباد البلاد. سابق يتكلموا علماءها على العملية الإجرامية اللي يعدل السلام والعملية الإجرامية اللي يعدل في الشمال. يا الله يعرفوا على هذا الضعفاء ينين ما يقام بحقوقهم يسلط مولانا على لكم اياما لا يردوا عنهم البلاء. يا الله نعالجوا الأمور من جهاتها كامل إن وفروا العدالة للمخالق يفرح مولانا العدالة الخلق بعد ما فيها اللي خايف من الشبيه اللي عارف انه ظلم مهلو اهلو ما يقدم الشباب واللي يعود الضعيف موت عليه والمخرص من أخلاق لكم إياه يسل أمه ما يرحمه الله. وليالك سليمان عليه السلام اللي نبي من أول عدالته انت لا يتفقد دوته وشعبه قال مولانا نبدأ وتفقد الطيران. لماذا ما يتفقد الإنس؟ لماذا ما يتفقد الشيء؟ لأن هؤلاء لهم قوة جد يبلغوا بها عن الرسل. يا غير ينظر واضعف الشعب واضعف المخلوقات إياك لا يوصل حق الدولة لكن يتعذر قرار الأول ما يخلع لك الضعيف يعود يفكر كانوا عنده حد في الدولة كبير يقد يحميه لأنك وياهم هم يستفادوا منك. بينما يا الله يعود أول شيء يشعر به الضعيف أنه قوي في بلد مسلم وان ما يقدر ينظر ما لقاش وان الظالم تحت القدمين حتى يخذ منه الحق. يا ربي لا تمتنا حتى تهينا لك. اللهم استجب اللهم استجب اللهم استجب. ايوه قول البيت لو خط يا ربي الحمد لله اللهم استجب لنا بيك. نعم قول البيت لو خط يارنا ان حرام علينا منعنا نهروه والله نسبوه والله نخرصوا المسلم مسلم مولانا لا تخرصوا بسهوة عينك هرعا وقد يتهونوا في دروس الطوام معكم حاضرين الخالق عبد من عباد الله الصالحين العلماء الاخيار قال عنه الحافظ ابن كثير في البداية والنهاية لانه عبد ديار يكريهم الله الكفار عنده ديار ما يكريهم المسلم مولانا ويلود النار الكفر يكريهم وانه قد شدروها عليه واحدين من العلماء ما هم فاهمين شدروها عليه وسولوا حد منهم قال له يا فلان انت يا اخويا تعدى لمردهم ما تتواسى قال له شنهي قال له بلغني انك ما تأجر ما هو للكفار وتحكم ديارك على المسلمين ما تأجرها لك اطريت حد يعبني قال له نهي يقول لك السبب قال له شنه هو أمن هذا مقاع يلوذ الشبعي قال له أنا قال له قد جربت الكراء وكريت من عند واحدين وجربت على أن أحد يكاري أنه ما يقرأ بآخر الشهر ما بقى قلبه يوجح ويفكر بالطريقة اللي خلص بها مولى الدار لعل يصبع ولا ينتهي الشهر إلا وهو في غم وحزن وتخمى كيف حصل للأجير أجره للمستأجر أجرته وبالتالي قال له عرفت على أن آخر الشهر عليهم دائما متخمين ومستقلين وني يسمع حد يكر يقولوا يهرم ولده وانا قال له ما نبقي قال له نجيل مولانا وانا في الشيء خوف المسلمين ويهزمهم اقباض قالوا عسني ترين الكفار اياك لا اطرقت عليه والباب والله تحم وعود شمن اعداء الله اخواتهم قاعد لا متعدل شوفوا لا قاع مبعد يمين شوف هذا كل قصة حد اسمع أولها يقول أعوذ بالله نعوذ هذا الواسع ما يتواسع حتى أنتم ما فاهمين ما هو صالح يريد يطالع على عقاب الرواية إذا هو بقى على أعماله بخواتمها لو أمن آدم يخرص القضية قال له بي اللي جربت الكراء واللي منكم قط الكريدر يقول هذا بعد الراجل يعرف الكراء حد هذا أمن آدم فيد وأخبار ليشاء قال له سبنسل الناس اللي تأجر ما يعود لها آخر الشهر يكون في غم وهم وين طارق اطرق عليهم اجرق اكثر يخافوا لعن عود ولدة ولا فاتوا شيء زور وخلاص قبض قال له واخترت العود لتعامل الله مع الكفرة والناس اللي بلا حرمة عند الله اياك العود لا دخلت عليهم الرعب والحزن العود لا تقربوا بذلك الى الله معناها يا عباد الله جاء في بعض الاثار اعلن خارج باب من النار يدخلوه الا الناس اللي تخوف الناس اشد الناس عذابا يوم القيامة الذين يعذبون الناس أرعى مردعود جاب عالكم ردة تعذب فيها المخالق أرعى ولذلك أعاذني الله وإياكم غالبا
بعض الناس اللي في عسكر الشارفة على تعذيب المخالف يصيبها الله بعشر جاي والله بآلام في العظام في المخ، وفيه بعض الأشخاص اللي يعيدني وعيدكم كانوا يتولوا التعذيب فأصيبوا بأمراض لا يفارقهم الألم ليلا ولا نهار. إيه جزاء وفاق ولا يظلم ربك أحد. أنت تختار مولانا ما يعلمك ولا يهينك، بعد عن ثورة كاملة في ولاية المسلمين. ولذلك قال عمر بن الخطاب قال لهم أنا ما يخايف منه، يكون أني قال لهم من خلافة لبلاني مولانا فيه، وكونني مسؤول عن الأمة المحمدية خايف يسوني مولانا عن أنه فيه نياك والله بجوان والله ركاب قطوا واخذوا مع طريق انتقبت منهم زايدة من البل، لما يسوني مولانا لماذا ما عدت لها طريق معبدة حتى ما تنتقب زايدة المسلمين. لا إله إلا الله، لا اله الا الله المترشح. احنا ندوروا ما ينتكبوا المسلمين، وهو قاعد يدور ما تنتكب زايدا للمسلمين. نوع من العداله لم لا تفكروا فيه البشريه. الناس اللي بيهم شده الخوف من مولانا عادوا يفكروا فيما وراءه في تفكير الناس. فيكم خافيه، هذا دور يفكر عن مليون تفكير، لانه ذا المعروض عليه ذا اللي فتش، ورب العالمين علام الغيوب. إذا واجب على كل واحد منا يرحم ينهار مسلم، والله يحتقره والله يسبه. ما أنا اللي قاعد اللي قال حديث النبي صلى الله عليه وسلم سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. الله أكبر. إذا ترى تقتل مسلم أنك كافر، وإن يتكثر من سبه خذ فاسق. سباب المسلم أي كثرة سبه، وقتاله كفر. لا ترجعوا بعدي كفار يضرب بعضكم رقاب بعض. ارعوا المسلم حرمته ما في عاديه، لا زوال الدنيا عند الله اهون من قتل امرئ مسلم، وهاته خطيره جدا. ولذلك قالوا على المولانا اذكر ايتين من الشريفات، قال ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وآل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وآل محمد كما باركت على إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أيوة لا يلي شيء وراء. قال إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا. ما وراها مباشرة يكون والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مهينا. مش شيء فرات في المصحف متخائف تخاف. أول شيء لا تذي الله ولا تذي رسوله، لا تقوله مولانا شي ما يليق، لا تعدى شيء يغضب عليك رب العالمين، لا تعدى لا تعدل ولا تهين الأنبياء ولا تعدلهم شي ما يليق بهم. يريد يجيك راية تقول والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا، أنا هل منهم ظالم وعدل شي ما يتواسى يؤخذ منهم الحق شرع يغار الله يقبوا منه إلا الجهة الشرعي تبعد جعمانك الفال. والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا، معناها بشي ما هم مسبين فيه ولا عدوا في شيء، فقد احتملوا بهتانا وإثم مبين. راحوا ما راحوا عند الله. ولذلك أشبه حالات المخلوق يشير مولانا ما عنده مشكلة مع أحد. وهذا كان أن يسمع هذه لا يسمعها عمر بن الخطاب يقوم يبكي يتبرم على بعض الصحابة يقول لهم أنا عندكم أن يهل السلك يا أخوي، انا انتم الصحابه فيكم محدين ندوس ونخبطوا بالدبوس، عندي الدره عندي دبوس اللي منكم شفتوا ما هو قابل طريقنا خبطوا به ولا نحترموا انتم الصحابه وكذا وما كذا. تبرع عليه بعض الصحابه قال له مولانا عرق ما سمعت القهر، قال بغير ما اكتسبوا انت اللي شايفهم عليه الا شيء الدورهم يسقموا. قال له يا عمر فمشي استثناء قيد فمقيد مولانا به تسلكك. عمر مبكيه ذيك والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات وجلد قلبه قاع يعاد مثل قاعد يطمان، يا الله اللي كان ما وفرت العدالة، ويا الله اللي كان وقفت من يدي الله المصور عن نهر المسلم وسبه وقتاله. داخل ضيقة من هذه الكركارة اللي دخل، والله ما فهمته وما دخلت. إذا معناها المسلم جاء في الحديث المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. عد من نفسك عاطي العافية راسك، عاطي العافية راسك، بل إن علامة المتقي علامة المتقي جعلنا الله منه. علامة الإنسان العاد خايف من مولانا لكن مستعد ينظر ولا يظلم.
ويسب ولا يسب، ويشتم ولا يشتم، ويقال فيه ولا يقول. الله أكبر. مستعد يعود القضية، هو لسانها ما تسأل فيه. وهذا جاب مولانا فأولاد آدم ما سأل شو صافي، قال واتبع عليهم ابن آدم بالحق إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر. راجلين خوت شق على بعض التفسيرات، مرة واحد منهم على أخوه قالوا لا أقتلنك، قالوا إيه، قالوا أخوه إيش شايف علي تقتلني على سبته، أنا بعد ما عدت بشي خاص إلا أن مولانا قبل مني الطاعة وانت ردها علي، إيش عندي يا أخوة أمر إذا متركبني بي، قالوا لا أقتلنك، قالوا إنما يتقبل الله من المتقين. عابدك محل الشاهد، قالوا لي بسطت إلي يدك لتقبلني، ما أنا ببسط يدي إليك لأقتلك، ولا بي بعدني ما قدر رد على راسي، لا بي أني أخاف الله رب العالم، إني أريد أن تبوى بإهمي وإهمك. نختار يجي يوم القيامة السال ما يسال في، نختار يجي المولانا ما ظنوم ماني ظالم، ونختار يجي المولانا السال ما يسال في، ومعدل لي غير ماني معدل، وبالتالي نختار السلاف. يا رب يحفظه. ولذلك دائما الإنسان الخائف من مولانا دائما يعود فيه ضعيف، به ضعف الخوف من لقاء الله، والآخر لا يقبل حق بطل الشمس شروطه يبط. لا فهمتوه ولا ما فهمتوه؟ إذا واجب علينا الصور ورسلتنا عن السب وعن الشتم وعن العار وعن كذا وعن كذا، كل ما لا يرضي الله نقفو عنه. ويا لنا هنقوله قلت لكم انه ما يخلى من اهلة مساي، واحدة يعود واضح لانه حق نقوله ما نتردد، واحدة متأكد على انه باطل حرام علي نتكلم فيه، واحدة ما عرفت نتوقف لين اعرف حكم الله، وجميع المسائل اللي قلت. إذا جميع اللي تتكلم فيه صدري احنا يتعرض شو سابق تتكلم اسكت، وانا راكم فاصل بعض الناس اللي منهم صدوق، انا قهر الصدوق عندي له علامة غالبا، انا قهر الصدوق اولا ما يعود كلامه ياسر به اللي ما تكثر، انا قهر يجيك حتى يعجبي العيبة، وحد يختار ما يقول يكون شي حد، وانا قهر ما يبقى عكس الله يمشي بالشو، ولا قاه ما يمكن اعطب ولا ينعطب يمشي بالشوق، حد ما يدور يهلك به لسانه يجلل الكلام ويفاوت الكلام، لان الماشي بالشر يقد يفريني يقد يتوقف، يريد تعود لا دافع ما تيد قاعد حزه قد تفريني تعقب تقول شو ترجع عنه من حينك، اياك قاعد تعود تتحكم وفريني في مقل، امشي بالشوق اتكلم بالشوق فاوت كلامك انفاصل ابال، بعض الوقت يتم يتكلم معايا ينعود فاطله فيه الصدق نفطله بعلامة، يتم يتكلم معاي ينعود عادي يتمطل، والله يستصرط والله يمحمح نفطله على انه قدامه الشيحاني يحرص، ما حد الطريق مسموله قام ماشي، وعند من يعادة المسلمة كلا يختار ينجي للجمح الحمد ولا يوكل الحجار، لكن فلقى تم لا يوكل يمدق إلى هوار وعظم، يعود عاد يعطش يمدق يمدق خايف لعل لقاه يوحل وعظم، ايه لقاش مستقمار التورس يمشي ولقاه ما يمستقمار، ولا بد أن يمشي بالشار نفضل وعاد يفوت كلامه، معناه أن المخلوق فيه خوف من الله، وبالتالي جلل من مشي خوفا من السقوط في الكذب والغيبة. الله أكبر. يا رب يحفظنا وحفظ حفظه. ولذلك اخر صور كان قال سر سر سر، عرفون انه لا سر سر لا سيس لا من الوضي هرعو، ولا قال اللي كلامه فيه توادع، ولا عيني بعد الليل الوحدين يضل وحده يعود مولانا عاطيه لسانه مسفل ويظل لك وانا بعد، وفي الحقيقة الحقيقة قاع ما يخارج ساعة قاع السنتين تفذاك ليك ما تدر الحقيقة شبنا الوقت يعود لكم قاع لا اما يدير اما يدير قاع طارجان ومولا بلدية قاع بلية قاع طرح تجي لها السورة تقول لهم بالي تهون راحوا الحمير خم خنزونا وخلينا، يقول لك ايه في الحقيقة ايه الحقيقة قاعد تبارك مو الحقيقة تلالي ايه ايه ما يحنيك حد، لا كولات المشاكل طرس مولانا رسالك وطرس قلبك شنو معنى ايه 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 تلاف داش اتكلم الله اصمد، انا ما نقول اثنان ولا اثنان نطرح مارة يا غا تقبور انتم ولا يتجبروا مولا هتقروها علي تقول وراعي هراعي راعي كان يقول لنا انا بعد ماني هو اللي قلتها انا طرحت مارا يا غير ما نصقت بحد وعاونت ولا تصبوها بحد هو اقول تابع قال انك ما تسب رقاش
ولا تنهر ولا تمنع ولا تحول بينه مع رواية يكون بموجب شرعي، يكون إذا عادت الشريعة قالت لك توقف والله توقف. الشريعة رقاه مسلم مولانا ومؤمن بالله سنا والعياذ بالله. ايه جاء قال مولانا ما الله ادوا فيه قبال احكام مولانا ورعاوا من ترق قلوبكم لو والله تهبوا لهو لك للمخلوق كان يصلي والله كان يصوم يغرهبت عليه العياذ بالله الزنا. يقول مولانا الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلد، والغريب انه ما قال الزانية والزاني فاضربوا كل واحد منهما 100 ضربة، قال اجلدوا. قالوا لماذا القرآن قال اجلدوا؟ قالوا يفسخ الباس، العود ما تلع عليه ما هو قد لي الألم ما تلع قد يرفض عنه لعل عود الباس فقليل. ولذلك عبر بجلدوه الدالة على وصول الضرب إلى الجلد، لأنه هو مجور يتألم من يكره في المعصية. قالوا لماذا يجلد؟ قالوا لأنه لما تلذذ بالحرام يهان جلده كما تلذذ بالشهوة الحرام يهان جلده. إياك يدخل عليه الألم بعد الشهوة والطرب. اجلدوا كل واحد منهما 100، ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر، وفضحوهما للا تستروه وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين. هذا من مولانا، معناهاش معناها انه كامل، ما معناها انه الهون والضعف وانه الباطل يمشي على طولهم يتملى كلها. انا مسلم مولانا تقول لي من قال انك مسلم؟ موريتاني عاقلة عاقلة إني نقلبها انها تتسكسي والله تعود عندها الصناعة متقدمة فيها. اكتشفت بعد في العقيدة اكتشاف زين، هي عارف الكتب انت قراه انهم عارفكم فيهم المسلم وفيهم المؤمن وفيهم المنافق وفيهم الكافر وفيهم الفاسق وفيهم العاصي، هذه السامي في الشريعة. غير موريتاني طرى والسنهاني غريب المسيلم مولا مسيلم معناها خارج عجل من الوقت يترى ترود له مسلم ما تراه ويترود له هموم ما تراه. يغير مسيلم معناها لا على سليك روحه لكن الصندر الله يطفى النار على على قاع يكفر الفيهم الإسلام لا ليتر واحد ما يقدر يحقق قاع كيلو لا ميطر، وبالتالي فيهم الإسلام لا يقدر ما يرد عن المعاصي. هذا النوع مسيلم ما هو مسلم سيلم، وبالتالي فيهم الشراء على الله وعلى دينه وعلى شريعته قد اللي ما يكايس معاه يا غرم اللي ما يضرب إن العود عاد يسار فيه حق يمكن منه حتى ينتزع الحق ويعدل الرجال مولانا به اللي انت لا يترحم به باس لا يترحم بيك بيك ضعفه لا يترحم به به اللي كذا. إن قال لك إن يكون غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما. إلى عاد يا أبو يا غني لا تكبروا، إلى عاد فقير لا ترحموا، عن تنفذ في أوامر مولانا لأن هذه الأوامر جاية من مولانا ليرحم الراحمين. وإن ما رحم به ربه ما لك أنت بالدخل. يسمعتوه ولا ما فهمتوه؟ أيوة طيب هذا الأخضر ما هو متحمل حد يعدر خاسر الحد. انت يتكلم على اللسان يركز على لك منه يتعلق بالوقي، وانت يتكلم على البصر انك ملاك خرص مخلوق بتخريصة تعود له يفزع منها والله يخلع. ارعم تخرص مخلوق تخريصة تعرف انه لا يتخوف. قال لك انك ترعى من تخريصة له يفزع منها مسلم مولا خرص لا تخريصة. ولذلك هارك الشريعة جعلت انك اي رقاه خلط عليه والله جابت معها تقول له السلام عليكم السلام عليكم تعرفوا من معانيها معناها ما لك لا تجبروني محال. انا مسلم مولا انا كيفتك انا ما في شيء محال. ولذلك عاد مديور بين عباد الله المؤمنين كلمة السلام لانها تدل على المسالمة وعدم الضر. ما لك يا اخوي لا تجبر مني شيء محالي واتمونك مش ما عندك مشكل. أنا قاش في الحقيقة مسلم مولان اسمه فيه الإسلام، وإنت يتكلم عن نفسه السلام، ونين يجي المولان يترقوا الملائكة بالسلام، ونين يدخل الجنة يدخل عليه الملائكة بالسلام. ألا مخلوق من السلام ألا شي متحدركها. شوفوا الإسلام من الاستسلام ومنه أرقاه المسالمة وشي متحدر يسلم وجهه إلى الله. ونين يجي يموت يقول مولانا أعلن توفاهم الملائكة طيبين يقولون السلام عليكم. ومن يدخل في الجنة إن يجي مولانا عند لقائه قال مولانا تحيتهم يوم يلقونه السلام. ومن يدخل في الجنة ويطوشن الطوشنات المسخة
يقول مولانا عليهم الملائكة يدخلون عليهم من كل باب السلام عليك. معناها أن السلام لا يطوط به الليل والنهار. على الماء ما عندك مشكلة، أنت من نفسك ما كانت عندك مشكلة، وعند لقاء الله ما تجبر مشكلة. اسمعت يا الله ما فهمتوا، حرام على رجاشي خرص مسلم مولانا تخريصة، وحرام عليه خرص يا حرام ما تخرص لأجنبي. قالوا تخرص لأجنبي يؤدي الشين، قالوا نور البصر انه يمتحض الله ينقص. هو الإنسان ذاك يخرص من جهتين، يخرص عينيه ويخرص قلبه. ثم هفطته لا يقعد يقعد مقاطر في الشارع ويحركوا الناس حياه ولا يعقل عليهم. عينيه راعي فيهم يا غير ينعود القلب ما هم ورجلي على العين، العين ما تفطر. اللاكي هالضوايا لارك يتعود ما مسكنا ضوها ما تحكم لك مارتل قدامها. يا غير ينعود القلب عاد متأمل في الرواية ولياركا ينقال لك انت بالك بالك معناها رجلي عينيك يا تعرف قدامها. ومرة تعود تصلى تشمل أصوات يا غير ما لك متأمل فيها، ينقال لك انت تصر وذنك معناها ركز السماع حتى تضبط الكلام. شوف فم تخراص ما هو مركز وفم سماع ما هو مركز. حرام على رجاج منعا أن ينظر إلى ما حرم الله عليه. حتى يجيبوا العلماء الشغريب أنك إن عيط لك رجاه والله تجيه أنت خاطر عنده إنين تقعد من قرداره لا تخرص فيه، لا تخرص في زرورته ولا تتأمل هي إيش فيها من تبيات ولا فريش إيش نبتها وما طلعت ونعاس ولا شنو وفواها. ولذلك القرآن بيّن أن العينين فيهم الموجة الطويلة وفيهم ربما المتوسطة والقصيرة. ولذلك يقول ولا تمدن عينيك، معناها دائما تم عينك دايرها على الموجة القصيرة، إياك ما تطيح في عبرة والله يكرك. يا غير لا تخرص بعيد لعل تعقب بصرك ينمو إلى ما لا يحل لك. والله ما فهمتوا، لا تمدن عينيك تدل على عينك فيها شمر ورخي وانها فيها امتدادات وفيها اقتصار على شيء. أرعى من تمدها يكون إلى بوجه شرعي. حرام عليك منع حتى الشاب والشاب طفلة صغيرة يعملها ترضع يعود جسمها جميل وشاعر بأنك تجد تتلذذ به زين عندك، يحرم عليك نظره ويحرم عليك مسها. وامك اللي تعود جميلة والله كذا وانت فيسك تتلذذ لا تتكي على فخرها. ومن تخيني تعود إلى مسيت أيدها موقف أيدك وتتلذذ بها حرام عليك تمد أيدك لمنتك. أي نظرة لا يتألد تولد مرض في القلب تحرم. كتاب رجاج ما هو لك ما تخرص، كتاب واحد آخر ما أعطاك فيه لا تخرص، كتاب وقاعد كتاب لأنه ما أعطيك لنا لا تخرص وقته هكذا لأنك تعود معه. لأن فم آفة أخرى ينقالها العين والعين عادنا الله وإياكم منها. العين خارج من أروقيه اللي يقتل بالعين يقتل. عين منزلة عمارة وريت ورقنا على رواية بيه الله تعالى ملاحقية. هذا وقع على الصحابة ذا كيف تسلك منه موريتاني. واحد يوطى فيك يقول يا أخوتي مزيني الوتى الوتى تعقب العجب لا تدعو تكرخارة يتمرم عليك من قردارك هاي الدارة ما قط نسكت تقوم فيها الكراك نشوف جلك كاشحان انك تدقار واحد وانت قادي. والله يتقابل مع بريدة منك له المخلوق عينيه فيهم صواريخ ما تولك على رواية ما قصتها. قالوا العلماء النرقاش، قالوا العلماء النرقاش ان يتعود عينه هو من نفسه حاس من عينه الضر. حرام عليه من عني خرص المسلم وعلنوا ان يثبت عند رئيس الدولة وعند القاضي اعلن فلان هذا متعايط الناس منه انه معيان عيان تفبيه معيان اعلنوا واجب على الدولة تكفر عليه ويندار في بليدة وينحبس عن الناس ويتمين عطاله الصاير ويلعاد عنده هو ماري وصجر عليه منه ويكرد عن الناس لأنه خطير كالمرض الخطير ولا يخلى أبدا يختلط من الناس. وليالك نبي الله يعقوب عليه السلام خايف على أولاده من العين يقول هم قال يا بنية لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من أبواب متفرقة.
لأن أجسامهم أجسام الأنبياء وأولاد الأنبياء، والواحد يضاوى عليه نور الإيمان وأبناء النبوة. واحد يضاوى يقول لهم لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من أبواب متفرقة، يا أولادي لا توكركم العين تفرقوا. ومولانا يقول للأسرة وإن كادوا لا يسرقونك بأبصارهم، لكاد الواحد يطيحك من شدة العين. إذا العين حق ولا يشك فيها يكون حد ملحد، وعليه حد كامل نعرف أنه مولى عين يارتو هو اللي يقعد فاطل الأفراس واجب عليه يتحفظ ويتم عنده. منين يشوف الرواية زين عنده يقول اللهم بارك ولا تضر، الله يا ربي بارك في هذا ولا تضر، ويتم يقول بسم الله الرحمن الرحيم، ويتم يتعود ويقول أعوذ بربي فلق من شر ما خلق، ويعود متعود ومعود الآخرين وعاش من تخلاص المخارج، ولا يتأمل في رواية شافها ولا يتعجب منها، لأن العين الضارة قاتلة كالسيف. نسأل الله العافية والسلام. إذا معناها وراه واركم على قاهن يلعود معيان يتعين في ولو ولو اللي خلى يتعين في يطيح يخرصوا الأوار زين عنده شريف والله زين عنده تبسام والله ما قال يخرصوا تخريصه متعجب فيه يسقط الولد. الله 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 العين بلا شر ما عند حد في شيء. قالوا ولذلك جاء في الحديث لو سبق الشيء للقدر لسبقته العين، لو أن قضى الله قدر قد يسبق الشيء يسبق العين، كأنها قاعد تسبق القضاء والقدر من الله من شدة ضررها والعياذ بالله. حرام على رقاش يخرص تخريصه ما هو وزنه ويعرف أن هذا البصر خطير. ولذلك قالوا عن المستمعين يصلح بصره خارج بعض الصالحين، بعض الصالحين ما تسمعون بالصالحين الصالحين حق حق. قالوا عن أنه هذا المخلوق أنه ما عينيه ما انصاب عاد شيبان شيء يقولوا 150 سنة هو عينيه يشوه بهم من كيلين والله له انهم سولوه. قالوا الويه قالوا يا اخوان انت بصرك وانت الشيباني قدك يا اخويا ما ادري شو. قال لهم هي اعضاء حفظناها في الصغر فحفظها الله وعلينا بالكبر. قال لهم هذه هي اعضاء، هذه اعظام، هذه هي نعمه اعطاها لنا مولانا ما قطعنا بها معصي، ولذلك كان عندنا شوابين واحتجنا لها خلاها لنا مولانا. هذا لعل واحدين يقولوا هذا ما هو دليل. ان قالوا احفظ الله زاد يحفظك الى عتله ربك، يحفظ الله يحفظك معناها احفظ اوامره واحفظ اعضائك يحفظهم علي. ولذلك في زمننا اليوم اللي ناس توكل شمولها وتوحك بسنها للمعاصي عاد ما توخذ مع الشارع ما هو لك دكتور لطب الاسنان، هذا اللي في كبتار من طبيب السنين ما تقول ان قاعد وقع عندنا من السنين كم بهش بهالي هذا السنين عاد جايتهم آفة وعاد الأفام جايتهم آفة. ونهاري هذه هي لمنظمة مختصة ألا في علاج الفم، علاج الأفام، لأن الفم ذلك يوخذ من ركوه مش ما يرضي مولانا يزلزل اليقين. إذا واجب علينا الحافظ على أبصارنا ما نشوه بهم حرام. وحتى قالوا وعادني الله وإياكم إن الشاب الصغير والإنسان الجميل حرام عليك تخرص وتخريص صامت اللي انتم ونكبي، حرام على المرأة وحرام على الراجل. وجاني بعض أرواقيه دورني نطلب له مولانا لأنه لا يجد لذة في النساء أساسا وإنما لذته في بعض الرجال. لا حول ولا قوة إلا بالله. ويجيني بعض أرواقيه يا فلان اسألنا مولانا لأنه لا يجد شهوة أصلا. ويجيني واحد يقول لي اسأل لي مولانا لأني بالبضاعة نين نديرها ما يسومها أحد، يعود بوتيق وظل حكما قاعد فيه ما يسام ولا دقدق مرصنديس وما يرى فيه البيع مصروفة عنه القلوب. واحد جايني يزورني يقول لي يا أخي أنا عيني لطباء عرضت عليهم شيء شور إسبانيا وفرنسا ولا بقيت بلا يدين يذكر لي فيها طباء مختصين في البصر يا غير أنه عينيه ما وقد يشوف بيمشي حكمه.
ولين عدل لهم فحوص وكشوف دقيقة وتحليلات غاية في الدقة، يقولوا له بصرك ما فيش، هو ما وجد شو يا عباد الله، يا رعيات ويا الرجال، هذه نعم احفظ الله يحفظ الله يحفظ الواحد يعود شهوته ما قد يحكمها، يتزوج يا عمرو يتسلف ويتضيق، يتزوج اياك يقمع عنه الشيطان لا يهلك ويرعى، ويا الله اروق يجي المسلمين كاملين انهم شي قالوا الصداق يحدوا منه ينعوده متناور الناس كامل، لانه هو اللي قد يعاون على البر والتقوى والاخر اللي اسمه العدوان. الناس اليوم ما تقدر تتزوج بها بطارين هشم البطاش، واحد يعود عنده شم المال الله اعلم كانوا من المخدرات والله يا كانوا من السرقة والتهنتي، واكل الدولة واكل الشعب واكل المبدي، ويحدى المناسبة ويعطي شم الارواقيه الملايين على الملايين، ويبقوا الفقراء يلودوا 20,000 و30,000، ويصبح اهلهم يصبح المخلوق ما تلقى الدوم او الفواحش. وعادوا اليوم المسلمين امناتهم، عادوا امنات المسلمين اليوم يسوقوا كانهم شي من الديار، الا اللي منكم اعطت التسحيره الكبيره هي اللي يبيعون. الفقراء ما تلقوا قادرين يشبروا الحلال بطريقه عاديه، يكون من اخرى مسروقه في الخلوات. هذا النوع واجب على المسلمين يتحدث، واجب على العلماء يريد يندوا بالمناكر يتموا يندوا بهذا النوع الجنم. يا رب الحمد لله كلك لما يعدلوا فتوى عامة يعقروا بها رواية، ورهواركم خارج بعض من القبائل اللي عدلها، خارج بعض من الأفهاض القبائل موريتاني، فرض نظام على الماترة الماترة ينعطبنا الصداق ما هو قدر كذا. يا غارني تفوت انت تتزوج من المرأة وترشي بيها عنك ديرها في داري في السماء السابعة. يا غير الصداق وذاكر ينعطى ما يعدل ما هو ذاكر اللي سهل على الناس. ولا يقبلوا شيهم وقور ديقانات، ولا يقبلوا شيهم لا من الويل والعبث، ويعدل الله على السنة ويعدل العقد في المسيد. الله أكبر الله أكبر، هذا خارج موجود. يا غير باطخ لعنا قليل، يا الله مدى تزيدوا، ويا الله اللي منكم أعطاه مولانا مسؤولية ويعرف واحدة من نفوذهم. إن قالوا يا فلان انت ارك الله ما يعود عاطيك مولانا مسؤوليه ذي المده تابع لك وتسمع لك عدل، والله ما هي سامع لك، تعود انت عندك مليا خلاق على حد يقدر يسمع له. قالوا ان المنكر انه اللي بين اثنين، واحد ضعيف ما عنده جهد يعطوا يمشي لود لرقاش قوي ويقول راعي المنكر هون غيره، والله تعود قوي وقادر على تغير المنكر غيره. ان هذا مقبول من قصه سليمان، ان الهدهد اللي شاف المنكر وشاف دوله وفيه رئيس وشم العالم ويعبد الشمس من دون الله، قيم الحيط اللي في راسه، وجاء سليمان عليه السلام وقال له وجدتها مين؟ وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله، وقيم الحيط اللي في راسه. فلذلك حرك سليمان، اولا تاكد من الخبر، وثانيا حرك جيشه، علمناك يا الهدهد بكل هذا منكر، ومن يرى منكم منكرا فليغيره بيده، والهدهد ما عنده ايدي قد يغير به. يا غير بلغ اهالي السلطان العادل، اتحرك سليمان ليغير، لأن هذا المنكر على مستوى هو ما على مستوى الهدوء، لك بلغ وأنكر على قدر حاله، وسليمان حرك الجيش إلي الخضع ليش الدولة للإيمان بالله جل وعلا. والله ما فهمتوا معناها أنك المنكر اللي تشوفه اللي قادر تتغير وغيره، والله بلغوا الحد أقوى منا، قولوا يا فلان يلا فينا قبيلتنا وفاخذنا، والله طائفتنا احنا اللي معانا اللي مسيطرين عليها، ونقول لها تزرق تزرق، ونقول لها علينا تعود من الزرنة تعود الزرورة، ونقول لها انها تصفق تصفق، ونقول لها انها مع فلان مع فلان. هذا السمع والطاعة العاطيك مولانا عليه المخالف، مليت منهم الصناديق، وذاك يا اخويا ملي منهم طاعة مولانا يا اخويا. هذه القيمة اللي عاطيك مولانا ديتها يا اخويا في كفة حسناتها، لا تعود الناس تسمع لك وانت قاعد منك موجه لشنافع. والله يا ما هو داخلكم، واجب على كل واحد منا انه يغط بصره. وقالوا العلماء رواية غريبة، وقال جاية في القرآن تقول ان رقاه يلطو قمر عينيه يكشنه، ما شاء الله موريتاني لباس بهم. قل للمؤمنين يغضوا، قل للمؤمنين يغضوا، قالوا ان هذه لا يمحلوه من هالشي فيها الشجاع ما أوفم. النصر لا يقول للمؤمنين غضوا يغضوا من أبصارهم، قل للمؤمنين غضوا غضوا معناها قول للمؤمنين هم يقموا،
يقمروا عن الحرام مقتم شايفينه يا غير ذيك غضوا انقلعت وندارف بلدها انه مراهما عدلوا هقاء. قالوا هذا كيف تاش؟ قالوا كيف قول الله تعالى الموسى عليه السلام ووحينا الى موسى ان يضرب بعصاك البحر فانفلق. هاي يارك لا يلاهرتها انه لا قال مولانا الموسى انه يخبط البحر بالدبوس وانه عند من قالها مولانا الموسى قاعد انفلق البحر. هو بدأ هو اوحينا الى موسى ان يضرب بعصاك البحر فضرب فانفلق. يا غريك ضرب انقلعت اياك يبين ان الموسى ما يتردد فمرجع من مولانا. وليالك انقلع الضرب قاع وقال الله اضرب بعصاك البحر فانفلق. عدل هو لحالا وافتح ملي البحر حالا. كذلك اما اللي يقول للمؤمنين انقلعت منها يغضوا معناها غضوا وندار تقول للمؤمنين معناها قول لهم يغضوا ولانك لا هي سمعوك انها قلت لهم ان قال مولانا يغضوا ما غض. ان المؤمن السريع ان المؤمن السريع الاستجابه لربه والسريع للانقياد لخالقه جعل الله قل للمؤمنين يغضوا. شوفوا ومن بلاغه القران قال قل للمؤمنين يغضوا من لو قال قل للمؤمنين يغضوا ابصاركم نقفلوه من يطيح رقاه حفره والله تكروا مرده والله يدخل ريقه ولا حد قاعد قد يخرص. قال لنا انا ما عين عليكم ما تخرصوا يا غير عين عليكم تقموا عن الشمام معطيكم في لذه وتفتحوا عينيكم على ياكل معطيكم في لذه. استغفر الله استغفر الله استغفر الله اللهم لك الحمد حتى ترضى. اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم صل على محمد وال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم وبارك على محمد وال محمد كما باركت على ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد. يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ذا الجلال والاكرام يا حج يا قيوم يا حنان يا منان يا وهاب يا فتاح. نسألك اللهم بجميع أسمائك ونسألك اللهم بجميع صفاتك اللهم إنا نسألك بذلك كل لا تترك لنا بل إلا غفرت وتجاوزت عنه بلا حساب ولا عقاب ولا عتاب والدينا ومشايخنا وأحبابنا سائر موتانا والمسلمين أجمعين.